تعمل معنا ماركو سانتو. ان انا اللعيب المصري الوحيد اللي لعب في الدوري الاسباني، لكن في نفس الوقت بشعر بالحزن ان مفيش ولا لعيب مصري موجود في اسبانيا. وعايز اعرف ايه اللي احنا نقدر نعمله عشان يتواجد عدد لعيبه مصريين اكتر في الدوري الاسباني. It's not an easy question. هذا ليس سؤال سهل بالطبع. For us it will be a pleasure. بالنسبة لنا فإنه يسعدنا أن يكون لدينا لاعبين مصريين مثلك بالطبع. I think this question. وأعتقد أن هذا السؤال تستطيع أنت أن تجيب عليه، لأن تعرف مستوى اللاعبين المصريين أكثر مني وتعلم. For us, أنه بالنسبة لنا huge pleasure, فإنها يكون مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لنا أن يكون لدينا لاعب مصري آخر. وكما يقول زميلي كارلوس فإننا كان لدينا لقاءات في المكسيك وفي نيويورك، ونتمنى أن نكون هنا أيضا في مصر بأسرع ما يمكن، وطبعا بمصاحبتك. وكما قلت فإن هذا سوف يكون مصدر سعادة لنا أن يكون لدينا لاعبين مصريين في سلتا وأيضا في الدوري الأسباني. One of the most من اهم المشاكل اللي بتواجه اللعيبه المصريين للتواجد في الدوري الاسباني ان في الليجا او الدوري الاسباني عندهم قانون ان كل فريق عنده عدد محدد من اللعيبه النون يوروبيان او اللعيبه من بره اليوروبيان كوميونتي او من الاتحاد الاوروبي، وكان في للاسف اتفاقيه تم توقيعها على مستوى عالمي مع الليجا، وللاسف ده من سنوات طويله ومصر لم تحضرها. لذلك هتلاقي ان في مسموح ان بعض اللاعبين من افريقيا اللعيبه الافارقه ان هم يكونوا موجودين في الدوري الاسباني، واللعيبه المصريين بيتم احتسابهم ان هم لعيبه خارج الاتفاقيه اللي بتسمح للعيبه الاجانب ان هم يكونوا موجودين في الدوري الاسباني. فانا شايف ان احنا في خطوات لازم ناخدها ان احنا نخش في الاتفاقيه دي.